وفي اشياء صورتها بتليفوني وعندي اياها الفيديوهات وبحطها بهالفيديو وبحط وجهك وبحط شنو قلتي ودواج عندي انا اللي برد عليك. خل نشوف شنو قالت ونرجع نعلق. تأشيرة زاير ايش دخلها بالحج اللي تعمله السعودية؟ صح الصح. بوريكم مقطع واحد هالنوعيات ما يبونه ينتشر لكن انا بحطه وانشره، واذا طاحوا وماتوا قطوا اللوم على السعودية. لا يبا، ترى في سعوديين مقدمين على الحج ورفضوا. الحمد لله على السلامة. ايه الحمد لله على السلامة يا ابو عدنان. ربنا لك الحمد. انا حاج هالسنة. زين هاي عقالك؟ عقالي حاج زين انا. هذا اللي بس عقال. ايه زين الحمد لله والشكر. الحمد لله يا الله. الله يتقبل منك. جزاك الله خير. ابو علي انا هالسنة حجيت. ايه حجيت. وشفت كل شيء بعيوني. وفي اشياء صورتها بتليفوني وعندي اياها الفيديوهات وبحطها بهالفيديو بدون لا يعني اغبش على وي ولا اغطي شيء. تمام السالفه يا ابو علي ويا جماعه الخير، وايد ناس تكلموا ضد الحج والانتقاد وارد صح. كل واحد له حق ينتقد، لكن انا بختار واحده من اللي انتقدت الحج وبحط وجهك وبحط شنو قلتي ودواج عندي انا اللي برد عليك. احط يا ابو علي قبل لا احطها. يشهد الله الحج كان هادي. يا سلام. منظم الله. قاعد امول انا قصدي على الحج. الحج يكفي وقسم بالله انا ما رحت الحج صح. ايدك مو بين اي قاعد اشوف التنظيم والعسكر البشوشين. يا سلام. اي والله. يا سلام. خلينا نحط هذه الحجيه. ما ادري حجت ولا لا ما افتكر. ماشي الله يكتب. الله يكتب لك ان شاء الله ويكتب لها ويكتب للجميع. خلينا نشوف شنو قالت ونرجع نعلق. ما يحدث في السعودية لم يحدث من قبل. السعودية تلاحق الحجاج المخالفين، يعني اللي دخلوا المملكة العربية السعودية بفيزا زيارة وما معهمش تأشيرة للحج. المشكلة مش في كده، المشكلة ان هم بيتعاملوا معهم بعنف شديد جدا وبيكسروا عليهم الأبواب وبيرحلوهم. قولوا لي رأيكم في التعليقات، هل السعودية اللي بتعمله صح ولا غلط؟ والله التصوير متعوب عليه. الله. لاحظت الكاميرتين محترفه. اي وناي بالخلفيه يعني شيء حزين. التعميم لغه الجهل اخواننا المصريين على العين والراس طبعا. يعني احنا ما نقصد الكل، نقصد فئه اللي من هذه واللي يتبعونها، يعني اللي دخلوا المملكه العربيه السعوديه بفيزا زياره وما معهمش تاشيره للحج. انت نفسك قلتي من فمك ودينك، انت قلتي مخالفين وقلتي داشين بتاشيره زاير. تاشيره زاير ايش دخلها بالحج؟ وهم زعلانه ما يصير. لا يا ست الكل، اللي تعمله السعودية صح الصح وأبو الصح والحمد لله والشكر. الحمد لله أن الكعبة المشرفة والأماكن المقدسة عند المملكة العربية السعودية، ولا لو مكان ثاني كان حتى التصوير حرام علينا. خليني أقول لك السعودية شنو سووا. شفتها والله نضحك رب الكعبة. اي والله ضحك. خل نقول لك أنا يا أستاذة وأنت واللي على شاكلتك، شنو سوت السعودية؟ وانا رحت وشفت بعيني ظلمتها شينة ترى، لكن سجلي عندك قبل لا احط المقاطع بوريكم مقطع واحد. هالنوعيات ما يبونه ينتشر لكن انا بحطه وانشره لان انتوا اللي بديتوا فانتوا اللي تحملون. شوفوا المقطع وبتعرفون على شنو قصدي. طالع اركض 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 الدوريه اركض اركض الدوريه هناك الدوريه اركض 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 تفضل اركض اركض لانه يقول لك الدوريه وراك. عندي سؤال ابو علي، اللي يركض من الدوريه ايه؟ منو؟ حرامي او ذابح او متعاطي او داش بتاشيره زاير يروح حج صح مثلا. هذه ينحاش من الدوريه ولا واحد سليم ينحاش من الدوريه؟ ليش؟ في ناس تقول ليش ما يفتحها على الكل؟ لا خليني اقول لك ليش. في شيء يا جماعة الخير اسمه حملة، في شيء اسمه تنظيم. أنت يا الحاج تحتاج وجبة عشان لا تتعب وتطيح، أنت يا الحاج تحتاج خيمة في منى وفي مزدلفة عشان لا تتعب وتطيح، أنت يا حاج تحتاج خدمات لوجستية، باص، نقل، قطار، تكييف، دكتور يكون وياك. أما تروح كذي خذوه فغلوه كزاير، وإذا طاحوا وماتوا قطوا اللوم على السعودية. لا يبا. أما أنك تمشي على الريحة والحرارة 50 والتحلطم لا يبال. لا تقول لي الحج من استطاع إليه سبيلا،
قدمت على الحملة ورفضوا جزاك الله خير سويت اللي عليك. ترى في سعوديين مقدمين على الحج ورفضوا، في كويتيين احنا جيرانهم. أنا رفض. هذا الرفض طبعا. والله رفض؟ ايوه. شيء ومقتنع. اكيد. بقى. قانون. يمكن الله مو كاتب لي. مو كاتب باذن الله. من استطاع اليه سبيله. ما صارت ان شاء الله تنكتب لك حجة على نيتك يا اخي. قبل لا نختم خلينا نشوف لقطات كذي صغيرة منها انا مصورها ومنها ماخذها من السوشيال ميديا. شنو سوت السعودية؟ راح ابدا فيديو انا صورته عندي بالتليفون لهذا العسكري الشرح طالع. يلومونا فيكم، يعطيك العافية. الله يعافيك. وعيدك مبارك. علينا وعليك دمار. الله يجزاك خير. وياك الله يحفظ المملكة ان شاء الله واميرها وولي عهدها. الله يجزاك خير. يلومونا، احنا يلومونا فيهم. غير العسكري اللي قاعد يودع الحجاج بكل حب، شوفت عينكم. غير هذا الريال العود المسن اللي قاعد يتسند على العسكري في الجمرات، وعلى فكرة ترى حتى هم يتعبون ويطيحون، لكن هذا كله ما يبين للعموم. عاد شوف هاللقطة، عسكري قاعد يشيل حاج على ويلتشير علشان يرمي الجمرات ويرد على الكرسي مرة ثانية، في أحلى. وبالختام شكرا بحجم السماء لله أولا على تمام الحج، ثم للمملكة العربية السعودية، حكومة وشعب وجيش وداخلية ومنظمين كلهم، عساكم على القوة. أنتم من أهم أسباب نجاح موسم الحج. بما أني أنا حجيت إيه؟ من اليوم رايح سمني حجي. ها حجي. وانت هارت العمرة يعني ايش تبي؟ قل يا عمري. نحن باغون هنا، نحن باغون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا. نحن باغون هنا، نحن باغون هنا، ومن القلب إلى القلب إلى القلب لنا.